هاد الكويشن مثلا بقول لك find the equation of horizontal and vertical asymptote let's begin with this time with the horizontal asymptote ال horizontal asymptote كمان مرة اللي هم ال coefficients تبعين أكبر variable بال numerator و denominator شرط إنهم يكونوا نفس ال power يعني أنت عندك هون x squared وعندك هون x squared ممتاز it works فبرجع ارتبها فبكتبها x squared over 5 هي x squared over 5 I mean plus 5 over minus x squared plus 5 فبطلع الكوفيشنت هاي الكوفيشنت تبعه 1 وهاي تبع الكوفيشنت minus 1 فبقسم هاي على هاي ف1 over minus 1 بيطلع الجواب minus 1 يعني الهوريزنتال اسيميتوت هاد h a equals minus 1 خلص خلصت اوكي okay. دائما باخذ كوفيشنت تبع نيومن لا لازم يكونوا مثلاً x squared مع x squared او x cubed مع x cubed او x to the power of 4 مع x to the power of 4 هذا اول شرط ثاني شرط لازم يكون مثلا x to the power of 4 هو اكبر x من ناحيه الباور بالنيومريتر ونفس الشيء بالدينومينيتر اوكي okay. لازم يكونوا نفس الباور اوكي okay. هاي اول بارت خلصناه طب شو الفيرتيكال اسيمتوت كمان مره الفيرتيكال اسيمتوتس ممنوع الدينومينيتر تيكو تو زيرو لانه لو كانت هذا زيرو بتصير طلع بتصير اكس سكويرد بلس 5 اوفر زيرو هاي ات دوز نوت اكزيست بالماث فبكتب ايش دوز نوت ايكوال تو زيرو وبحلها بحلها. شو بتصير بتصير انقل الاكس سكويرد هناك فبتصير اكس سكويرد does not equal to 5. اعملها square root square root فبصير x does not equal positive or negative square root of 5. هدول التنين هم ال vertical asymptotes Look at the Mars scheme مثلا وشوف ايش كيف عملها نفس الشيء طبعا راح تلاحظ هي أيوه. نفس اللي حكيناه. اوكي؟ okay. بس ال horizontal asymmetodes طلابها يمكن يعني ما هيبقى I didn't mention this. ان ال horizontal هي y equals والVERTICAL vertical asymptote هي x equals يعني horizontal asymptote it's a horizontal line الVERTICAL vertical asymptote is a vertical line